مرحبا يا حبايبي. اليوم بدنا نحكي عن الزي الشعبي، يعني اللباس البدوي. شو هو لباس، ايش هو لباس المرأة، ايش هو لباس الرجل، ايش كانوا بيعملوا، كيف بيخيطوا، كيف بيعملوا. بدنا نتعرف عن اشياء كانت تعملها النساء البدوية. بدنا نحكي اول اشي عن كمان ان التراث تبعنا في البستان. يعني شوفي يا اولادي، امورين في هاي الصورة، المعلمة عملت علمت عن التراث تاعنا. شو عملت؟ جابت مثل ما انا عامله هان، زينت البستان بالتراث البدوي، بالمرأة اللابس اللباس البدوي، الرجل لابس اللباس البدوي. هسا انا وياكو بدنا نتعرف عن اللباس تاعنا، كيف كان اجدادنا وجداتنا كانوا بيلبسوا هذا اللبس اللي اليوم احنا قليل بنشوفه بيلبسوا هذا اللبس. بدنا نبدا اللباس تبع الرجال. زي ما انتم شايفين هان، في عندنا اول حاجه اللي بيلبسوا جوا، الزلمه بيلبسوا، الرجال بيلبسوا الكبر اللي هو موجود دائما، كان بالوان اللي هي الوان غامقه اللي هي الوقار للرجال، لون اسود، لون ازرق، لون بني. كان بيلبس كمان غير الكبر، كان بيلبس المنديل والمرير. المرير اليوم احنا بنشوفه بلون اسود، بس زمان ما كان لونه اسود، كانوا بيعملوه البدو من وبر الابل. وبر الابل ايش لونه؟ لونه كان لونه بني، عشان هيك كان بس بشكل حلقة واحدة، دائرة واحدة، وبيكون مدلة منه خيطان اثنين من اخر المرير. المرير كان بيضعه فوق المنديل. طيب كان كمان معروف ان الرجال البدو بيلبسوا العباية. العباية كانت او لونها اسود، في اطرافها زي ما شايفين هيك كان مزين باشياء ذهبية، او كان بيكون لونها بني مزين باشياء ذهبية، او بيكون لونها اسود وكمان مزينة باطرافها بشيء بيميزها بلون ثاني. كمان كان البدوي كان في الشتاء بيستعمل كمان الفرو تاع الأغنام تاعه. لما كان في الشتاء، بتعرفوا إن في الصحراء كان فيه كثير برد في الليل، كانوا جلود الغنم بينظفوا، بياخذوا الصوف، بياخذوا قماش بيحطوا عليه الفرو وبيلبسوه بيتدفوا فيه في الشتاء، أو إن بيعملوا الجاعد. كانوا من الحيوانات بينظفوا الجلد الأغنام النعجة، بيحطوا عليها ملح لما تنشف، وبيحطوها في الشتاء فوق، بيقعدوا عليها عشانها بتدفيهم. هسا بدنا نيجي لثوب المرأة البدوية. انتوا شايفين انا شو لابسة؟ انا لابسة ثوب احمر. بس كان بيعرفوا كل وحدة، كان البدويات، المرأة البدوية مش كلهم بيلبس نفس اللون. كانت المرأة المتزوجة لازم تلبس ألوان لون الأحمر، الألوان اللي هي ملفتة للنظر. يعني إذا أنا لابسة الثوب اللون الأحمر، أنا إيش؟ امرأة متزوجة، يعني متزوجة. كان النسوان الكبار في العمر ممنوع يلبسن اللون الأحمر، كان لازم يلبسن ألوان غامقة اللي مثل اللون الأخضر الأزرق. كانوا بيعرفوا المرأة من لون الثوب. يعني إذا لابسة لون أحمر هي متزوجة، اللي لابسة ألوان غامقة هي امرأة كبيرة في العمر، واللي مش متجوزات كان لازم إيش يلبسن؟ ألوان فاتحة اللي مش ملفتة للنظر. بس البنات اللي كانوا مش متجوزات كانوا هن عندهن فراغ كثير، كانوا بيخيطن ثيابهن. كل واحدة بتخيط الثوب تاعها باللون الأحمر، كانوا مش بس باللون الأحمر، كمان اللي بيميز الثوب كان إنه المتجوزة بتخيطه كله ملان خياط، لكن المرأة اللي مش متجوزة والكبيرة في العمر لازم يكون الخياط التطريز رفيع مش عريض. الحين بنجي لأقسام الثوب. الثوب كان في إله قبة، القبة اللي هي في الصدر شكل مربع مثل ما انتم شايفين هيك، شكل مربع على الصدر، بيجن العروق في الأكمام، وفي من وراء بخيطه للذيل. النساء كان
التطريز تاعهن في وقت فراغهن زي ما قلنا في القسم الجنوبي للمسكن تبعهن. كان مش بس ان بيقضن وقتهن في الطبيخ والتجبين، كمان كان بيطرزن الاشياء اللي هن بيلبسنها. تعال نشوف، شفنا الثوب. طيب لما كانت المرأة بتشتغل جوا بيتها كانت ما بتحتاج إشي ثقيل، كانت بتلبس الشاش الأبيض، كان خفيف ومطرز على أطرافه، شايفين؟ كانت بتلبسه على رأسها وإنت لما كانت بتشتغل جوا البيت، لأنه خفيف بتشتغل ما بتقدر تلبس إشي ثقيل، هذا جوا البيت. لكن لما تيجي تطلع برا البيت ما كانت بتقدر تطلع بس بالشاش، كانت لازم تلبس كمان حاجة ثانية. لبست هاي الشاش زي ما انتوا شايفين مطرز من أطرافه، بعدين كان لازم تلبس القنعة. القنعة اللي هي قماش أسود أكثر ثقيل أكثر، مش خفيف مثل الشاش. لما بتطلع كانت لازم تلبس العباية تبعتها، القنعة تلبس العباية تبعتها وتطلع برا، كانت ممنوع تطلع بالشاش، هاي القنعة كانت مخصصة لما تطلع برا بيت الشعر. بس اليوم تقريبا قليل بيلبسنها، بس بنشوف جداتنا اللي هن بيلبسنها. وكانت كمان العباية بتكون مطرزة من أطرافها تطريز خفيف. النساء لما كانوا بيلبسوا الثوب حسب اللون اللي هي هي متجوزة أو كبيرة في العمر أو مش متجوزة، في جوا البيت بتلبس الشاش، لما تطلع لازم تلبس القنعة تاعتها، في كمان لما إذا كانت لما بتطلع كانت تلبس البرقع. شو هو البرقع؟ البرقع قطعة قماش منسوجة موجودة على الجبين بتضعها، شايفين؟ وبتغطي بس عيونها بتبين. بس انت شوفوا ملاحظين ان شوفي في البرقع في بيكون ليرات الذهب، هاي بيكون مهرها، بتحط في الليرات الذهب، بتقدر تزينه من خرز ملون، كل واحدة كيف هي بتزينه. هسه ليرات الذهب كان اذا بتحتاج اشي تقدر تقطع منها تبيعها وتستفيد من ثمنها، كانت تقدر ترفعه ويظل هيك فوق راسها، هذا لما تطلع برا. النساء يعني مش كان بس بخيطن ثيابهن، كان كمان بتعرفوا بينسجن الزينة تاعت بينسجن السين الزينة تابعت بيت الشعر تاعهن، زي ما قلنا الواسط البيت بينسجن بألوانهن زاهية. طيب النساء كان مش بس بينسجن، كان كمان بحضرن الكحل تاعهن. بنسأل نفسنا كيف كان بحضرن الكحل؟ يعني احنا اليوم بيشتروا الكحل، بالزمان كان بيقدروا يشتروا الكحل؟ لا، ما كانوا بيشتروا الكحل. شو كان بيعملن؟ كان بيجيبن الزيت، بجيبن القطن، بحطن زيت زيتون على القطن وبحطنه وبيولعوا النار، ولما يولعوا النار الدخنة وين بتروح؟ بتروح لفوق، صح. كان بحطن صحن أو قلاية أو إشي، الدخنة لما تطلع وين بتروح؟ بتروح جوا الصحن او جوا القلايه. طيب كيف هسه انا بدي اطلع الكحل؟ صار عندي كحل، شو بيعملوا؟ شايفين؟ تقدروا هذا تعملوه مع المعلمه تعبتكم التجربه هاي، ان كيف لما نولع النار الدخنه بتطلع لفوق، بعدين بينزلوا الكحل، بعد ما ينزلوا الكحل شو بيعملوا؟ بياخذوا المكحله اللي بتتكحل فيها، بياخذوا الكحول بحطوه جوا المكحله، ولما ودوها بتتكحل. وعملوا هاي التجربه، تقدر تعملوها مع المعلمه حتى تشوفوا ان قديش
ان كان لما بيستعمل الكحول من اشياء طبيعيه للمراه البدويه. شايفين كيف في الصور؟ شايفين كيف مولعين المكحله؟ كيف النار مولعه؟ الدخن اللي بتطلع ما بتطلع لفوق، مين بيتلقاها؟ الصحن اللي حاطينه، وكل الدخنه بتكون على الصحن. بعدين بينزلوا كل الكحل اللي مسك في الصحن وبيحطوه وين؟ في المكحله. هسه بنيجي يعني البدو كمان كان زمان هم بينزلوا، شايفين الفراش تاعنا؟ شايفين المخدات تاعتنا؟ مين كان بيعملهن؟ هم كانوا بيعملوا. طب من وين بيجيبوا الصوف؟ تعرفوا كان في فصل الربيع، زي ما قلنا ان فصل الربيع لما بيمشوا على العزبه كمان بينزلوا الصوف، بينزلوا الصوف تاع الاغنام، بيغسلوه، بيعملوا منه طبات الصوف زي هيك. شايفين بيعملوا صوف اللي هو بيقدر يعملوا منه الـ كل البساطات تاعتهم، المخدات، الزينه. شايفين كيف الست هذه جدتكو هي اللي بتعمل النسيج؟ هان اولاد عملوا، المعلمه هو المعلمه، بتقدر انت والمعلمه تعملوا هذه التجربه وتعملوا نسيج جوا البستان. شايفين البنت الاموره هاي؟ حتى الاولاد شايفين اخذوا المروحه، اخذوا صوف وعملوا كل هاي الزينه. انتوا نفسكم تقدروا تعملوا هاي الزينه مع معلمتكم في البستان. شايفين الولد كيف بيشتغلوا جوا البستان؟ كمان بتقدروا تعملوا لكم زي هذول البنتين الامورات، المعلمه عامله لهن يعملوا النسيج، الولاد بنات بينبسطن مع بعض، او كل اي واحد في الصف بيقدر يستعمل النسيج. شايفين الاولاد هان؟ المعلمه عملت لهم اطار وهم كملوا الباقي كيف يعملوا الاشكال من النسيج. هان المعلمه كمان وجهت الولاد ان النسيج بنقدر نكتب اسامينا، بنقدر نطرز الاحرف، نطرز الاحرف، بنقدر نطرز الاعداد. يعني شوفي قديش ان النسيج بنقدر نستعمله كمان في البستان لاشياء احنا بنتعلمها. فكروا هان، شايفين تقدروا زاويه الطبيب مع معلمتكو تقول للمعلمه احنا بدنا نستعمل النسيج كمان في بستاننا. الستاره تاعت الطبيب تقدر تقوموها وتحطوا زي هيك. شايفين تقدر تطلب من معلمتكو تحطوا الكوة المحل الستارة تحت الطبيب، حاجز الطبيب، تحط هاي وانتو خلال اليوم اطرزوا. مثلا انا هان طرزت، شو عملت؟ بديت اكتب اسمي ما ني، ضل اخر شيء اكمل الاي. اي شيء في البستان تقدروا تستعملوه انتو ومعلمتكو، انكم بدل ما ترموه طرزوه، مثل المراوح، الحاجز تبع الطبيب. حتى شايفين في كيف ان انتم بتتنقزوا عليها في البستان، المعلمه ما رمتها، ايش عملت؟ عملت كمان للولاد يقدروا ينسجوا عليها. هسه انا بدي اوريكم كيف انتم بتقدروا كمان انتم نفسكم تنسجوا مع معلمتكم في البستان. ودي اقدم الكوة فعالية كثير حلوة اللي هي من التدوير، يعني ما بتحتاجوا تمشوا تشتروا الاشياء اللي بدكم، اللي بتقدر تجيبون مع معلمتكم. بتقدر تجيب الكرتون، الكرتون موجود في كل بستان، في كل دار، انتوا بتقدروا تجيبوه من عندكم من الدار. ايش بتعملوا؟ تاخذوها بتقصوا اطرافها هيك، الاطراف بتقصوا اطرافها، شايفين؟ بعد ما قصيت اطرافها باخذ خيط
بأربطه عشان أعمل خطوط من الصوف جنب بعض. ربطتها، شايفين؟ هسا عندي أول خيط، بحط الثاني، شايفين؟ الثالث، شايفين؟ وبأربطه. عشان أنا وياك الحين بدنا نعمل نوع كيف ننسج، نقدر ننسج جوا البستان. هسا عندي الخيطان هذولي، كيف أنا بقدر أنسج في البستان؟ بأخذ لون ثاني. بقدر أنا وياكو مثلا ناخذ أو نعمل متوالية، أول شيء لون أحمر أصفر أحمر أصفر، زي ما بدكو أنتو، بتختاروا الأشكال اللي بدكو إياها زي هيك. شايفين؟ باخذ من هان، تقدروا بالإبرة، تاخذوا الإبرة وتعملوا النسيج زي ما كانوا زمان عند البدو هيك بيعملوا. حطيت أول وحدة، بقدر أبدي كمان جهة، أمرر بينهن لما أعمل أشكال حلوة من النسيج. يعني هاي انتو تقدر تعملوهم مع معلمتكو، واي لون بدكو اياه، اشكال بدكو اياه، تغيروا الالوان زي ما بدكو. يعني اليوم احنا حكينا عن اللباس، لباس الرجل، بعدين حكينا عن لباس المرأة، بعدين حكينا كيف بيصنعوا الكحول، وبعدين حكينا عن المنسوجات. انتوا بتعرفوا لما حكينا عن المنسوجات انه مش بس النسيج كانوا بيعملوه، كانوا للحيوانات، للجمال بيعملوا بيزينوا الزمج الهودج، للحصان لما كان في اعراس كانوا بيزينوا كل حصان كان موجود كان بيزينوه، كان بيكون اشكالهم حلوه كثير لما بيكونوا مزينات في الاعراس في السباقات، بزينوا البيوت الشعر تاعتهن، اواعيهن بطرزنهن، ملابسهن، ثيابهن بطرزنهن، بكل الاشكال اللي هن بحبنهن والالوان اللي هن بحبنهن. يعني انتو تقدروا تستعملوا مع معلمتكو تجربه انكو تحضروا انتو وياهن الكحول، كيف انه من ممكن من الزيت لما بنحرق لما بنشعل الزيت مع القطن، كيف هاي الدخنه لما بتطلع لفوق، احنا ما بنخليها تطلع لفوق، بنمنحها بصحن وبعدين بناخذ الكحول تاعها. بتأمل انكم انبسطتوا اليوم عن اللي حكيناه عن اللباس البدوي. ان شاء الله بنلتقي المره الجايه عن المأكولات تاعتنا احنا البدو، والى اللقاء.